في يعني العادات هذه الموجودة في معانا حقيقة مش تمثيل ولا هي تصنع، هذه قديمة جدا جدا. وعندنا مثل يعني نستحضره من أجدادنا، كانوا يقولوا يا ماكل الزاد وأجرك على الله. إنما الحجاج بيجوا كانوا قوافل، إحنا لحقناها هذه القوافل خاصة يعني من الشمال، من سوريا من تركيا. الأعداد اللي بتيجي قليل الآن، بيجي 1000 2000 3000، أول كان يجي 100 ألف، وكان موسم لمدينة معان، وكان موسم أيضا لبلدية معان. شوف غالب الحجاج لما هو جاي أكله معه وحاسب حساب الحج، يعني مش بحاجة ناس يتحسن عليه أو كذا، إنما هم طواعية أخلاقيا شهامة شرف بيقدموا الخدمة اللي بيقدروا عليها. يعني السبيل في معان على ما عهدت وأنا ما كان منظم، كان طواعية ومن كل نفس. استمر السبيل بطريقة خلينا نقول منظمة، فأصبحوا يعملوا في رمضان بالذات، التركيز في رمضان أكثر شيء، وفي غير رمضان يعملوا ولائم كبيرة يوزعوا فيها على الفقراء على البيوت، على بيوت الناس يوزعوا أكل، ثم يجمعوا كل الناس الموجودين في الشارع المارين سواء المسافرين. يا أخي أنا مستعجل، أنا مسافر، يقول والله غير تفطر. إحنا عادة نجي الساعة 9 الصبح، بنحط الجالج في الأفران هذه، بقعد من ساعة لساعة وربع، والحين بدنا إن شاء الله نبلش نطلع فيه بإذن الله، لأنه استوى أول طبخة هذه. وإحنا بنسوي 3 شويات، كل شوي 12 سدر، يعني 36 40 أمرات. يعني سبحان الله، هي أول الأيام بتكون شوي ثقيلة علينا، لأنه تعرف الصيام، فيومين ثلاثة بعدين نتعود عادي. أجدادنا وأبائنا كانوا من قبلنا يطعموا الحجاج، يعني قبل إحنا ما نخلق على الدنيا، هذا الإشي من في معان الحمد لله، يعني عادي قديمة هذه، وإن شاء الله إنه نظل إحنا ماشيين عليها إن شاء الله. وقلت لك إحنا معان كل مالها في ازدياد عدد سكانها، في ازدياد الفقر اللي فيها، يعني السنة هذه أمور صفر. اتصالات يوميا علي إنه والله العظيم ما في إشي نأكله، يومي اتصالات يومي. وأنا لما أطلع أكشف بالفعل، والله العظيم امبارح جاني تلفون قبل المغرب بربع ساعة، تحلف لي امرأة والله ما في إشي نأكل. إحنا إن 20 سنة في هذا العمل التطوعي، وكل ما كل سنة بنزيد في دعمنا إله وفي حبنا إله، لأنه بنشوف إحنا الوضع وبنشوف المآسي اللي في مدينة معان. وقلت لك في الأولى والأخيرة أسأل الله أنه يتقبل هذا العمل.